بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. إذ أنت أكرمت الكرم وإذ أنت أكرمت ما تمرد إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه البداية الفلسفية لحلقة الاثنين من برنامجكم ملك وكتابة في ظل أجواء من الاستفاقة والعودة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. مساء التفاؤل، مساء العودة، ومساء الاستفاقة يا باشمهندس. بإذن الله. يعني الأهلي يعني بإذن الله لك كبوة عارضة. مشكلتنا إنك أنت لما يعني بيجي لك كبوة بتلاقي نفسك تيام تروح للأهلي في الموسم كله. هو دي اللي جت في اللحظة دي، يعني على ما رجع لك بعض اللعيبة، وعلى اللعيبة اللي كانت يعني ما بتلعبش ابتدت تثبت أقدامها في الملعب، وده احنا شفنا أداء أفضل لثلاثي ما كانش حد يعني شايف له أداء. أحمد الشيخ، ناصر ماهر، كريم ندفد، النهاردة ثلاثي فجأة يعني يعتبر بيؤدي من أفضل الناس اللي في الفريق، وهكذا. هي عندك عناصر محتاجة تاخد منها أفضل ما لديها، ولكن